السلام عليكم. ان شاء الله نعرف الطلاب الجدد المستجدين بالنسبه للجداول حقتهم، بالنسبه لمحاضراتهم، اماكن القاعات. انا الكليه مختلفه شوي عن السنه التخريجيه. انا درست هنا عماره بس هذا زمان كان فريد شافعي الله يرحمه. السلام عليكم. وصل يعني اللي نسعى له حاليا ان نحاول نطور قدرات الخريجين عندنا بحيث انها تواكب سوق العمل. اهم شيء اللي يعكس علينا عندنا سوق العمل المحلي. هل يدربون الطالب استخدامها ولا هم يسوون؟